أستاذ أعضاء منصة أريد المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون معكم هذا اليوم ضمن النشاطات العلمية لمنصة أريد، هذه المنصة العلمية الرائدة التي تهتم بالأبحاث العلمية والكتب العلمية وبراءات الاختراع للباحثين العراقيين والباحثين العرب من الدول العربية الشقيقة والناطقين باللغة العربية من كل مكان. سوف أتحدث هذا اليوم ضمن فقرة قراءة في كتاب عن كتابي الموسوم أساسيات الهندسة الوراثية والتقانة الجينية الذي صدر لنا مؤخرا بالاشتراك مع المدرس الدكتور ياسين إسماعيل عمران من كلية التقنيات الأحيائية جامعة النهرين. هذا الكتاب هو من الكتب الأساسية أو من الكتب المنهجية لطلبة الدراسات الأولية والدراسات العليا في كليات التقنيات الأحيائية وأقسام العلوم الحياة في كليات العلوم وكليات التربية وكليات التقنيات الطبية والصحية. بالبداية أتقدم بسيرتي الذاتية، اسمي الكامل دكتور حميد مجيد جاسم، المرتبة العلمية أستاذ، حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعة بغداد، لي أكثر من 68 بحث علمي منشور في مجلات محلية وفي مجلات عالمية وفي مجلات ذات معامل تأثير Impact Factor. حقيقة أيضا أشرف حاليا على عدد من طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، وقد تخرج تحت إشرافي 44 طالب دراسات عليا، منهم 13 طالب دكتوراه و 31 طالب ماجستير. اشتركت في أكثر من 16 مؤتمر علمي داخل وخارج العراق، ولدي العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية في جامعة النهرين والجامعات العراقية الأخرى، ولي أكثر من 120 كتاب شكر وتقدير من مرتبة وزير ورئيس جامعة وعميد كلية. كما تمكنت من نشر العديد من المقالات العلمية في الصحف المحلية. هذا الكتاب الذي ترونه أمامكم هو من الكتب العلمية الذي صدر لي بالإضافة إلى الكتاب السابق اللي هو كتاب مصطلحات في الهندسة الوراثية الذي صدر لي في العام 2012. يتضمن هذا الكتاب 14 فصلا يتناول أساسيات الهندسة الوراثية وبناء الجينات وتركيب الجينات واستنسال الجينات وإنتاج البروتينات الدوائية في المضاعف الحيوية المختلفة سواء كانت أحياء مجهرية أو كائنات حية راقية. لو نجي على الفصل الأول من هذا الكتاب فهو يتضمن المبادئ الأساسية للهندسة الوراثية من حيث أهمية الاستنسال الجيني والتطور المبكر لعلم الوراثة وحقبة الاستنسال الجيني وتفاعل سلسلة البوليمريز تشين رياكشن وخطوات الاستنسال الجيني وكذلك التنقية وتقنية البي سي آر وأهمية الاستنسال الجيني والبي سي آر وعزل الجينات بالاستنسال الجيني وعزل الجينات أيضا بتقنية البي سي آر. أما الفصل الثاني فيتضمن هذا الفصل نواقل الاستنسال، نحتاج إلى هذه النواقل لاستنسال الجينات المرغوبة وإدخالها إلى الكائنات الحية التي ستكون مضيف لهذه الجينات، وسوف يتطرق هذا الفصل إلى البلازميدات اللي هي أساس أو جوهر نواقل الاستنسال، وكذلك يتضمن الصفات الأساسية لهذه البلازميدات من حيث الحجم وعدد النسخ وقابليتها على الاقتران والتوافق وتصنيف هذه البلازميدات، بالإضافة إلى
العاثيات البكتيريا البكتيريوفاجز وكيفيه استخدامها كنواقل استنسال، لان هذه العاثيات مثل ما تعرفون انه هي من اكفأ النواقل في نقل الجينات الى الكائنات الحيه سواء كانت بدائيه او حقيقيه النواه. وهذا هذه العاثيات حقيقه يجب ان نتعرف على دوره حياتها اللي هي العاثيات المتحلحله واللي هي الايسوجينيك فاجز والليتيك فاجز والخصائص الجينيه للعاثيات هذه، ومن اهم هذه العاثيات والعاثي لامدا وكذلك العاثي الخيط الام 13 الذي يعد مهم جدا لاستنسال جزيئات الار ان اي. والفصل الثالث عشر يتضمن تقنيه الدنا من تنقية الدنا من الخلايا الحية، ويتضمن هذا الفصل استخلاص الدنا الكلي الجينوميك توتال جينوميك دي ان اي وتنمية الخلايا من المزرعة البكتيرية، وكذلك تحضير مستخلص الخلايا وتنقية الدنا من مستخلص الخلية، كيف يتم تنقية الدنا والخطوات المصاحبة لهذه العملية التي تتضمن إزالة الملوثات بالاستخلاص العضوي والهضم الإنزيمي. كذلك يتضمن هذا الفصل تركيز نماذج الدنا وتقدير تركيز الدنا وطرائق عزل الدنا الخلوي الأخرى، كما يتضمن هذا الفصل تحضير الدنا البلازميدي البلازميد دي ان اي وفصل هذه الجزيئات على أساس الحجم وعلى أساس الهيئة الجزيئية اللي هي السايز والموليكولر شيب، وكذلك تضخيم هذه البلازميدات شلون نقدر نحصل على عدد كبير من النسخ لهذه البلازميدات حتى اتوصل الى زياده الجرعه الجينيه، وكذلك تنميه المزارع للحصول على معيار عالي للعافي لامدا. اما الفصل الرابع فيتضمن هذا الفصل التطويع جزيئات الـ DNA اللي هي الـ manipulation of DNA molecules التي تتضمن أنواع الإنزيمات المستخدمة في التطويع الجيني، ومنها الإنزيمات الهاضمة للحوامض النووية الـ DNAases بأنواعها والـ RNAases بأنواعها، والإنزيمات اللاحمة للحوامض النووية اللي هي بالتحديد الـ ligases من مختلف المصادر الحية، وإنزيمات البلمرة اللي هي البوليمريزز سواء كان عندنا الـ RNA polymerases أو الـ DNA polymerases وغيرها من إنزيمات البلمرة، وكذلك الإنزيمات المحورة للدنا اللي هي الإنزيمات اللي تعمل على إضافة مجاميع المثيل أو الإنزيمات المسؤولة عن حذف مجموعة الفوسفات وإضافة مجموعة الفوسفات، وكذلك هناك الإنزيمات القاطعة التي باستخدامها يمكن تقطيع جزيئات الـ DNA والحصول على الجزيئات المرغوبة واستنسالها في النواقل ووظيفة هذه الإنزيمات. وكذلك يتضمن الفصل التقطيع المتخصص لجزيئات الـ DNA باستخدام الإنزيمات التقييد من النوع الثاني اللي هي Type 2 DNA Restriction Enzymes، وكيف نحصل على جزيئات الـ DNA ذات نهايات لاصقة أو نهايات مستوية من المعاملة لهذه الإنزيمات وتردد التعاقبات التعرفية لهذه الإنزيمات. وأيضا يتضمن الفصل تحليل نتائج التقطيع بإنزيمات التقييد على غلام الأجاروز، وأيضا يتضمن معاينة جزيئات الـ DNA بالتصوير الإشعاعي الذاتي وتقدير حجوم جزيئات الـ DNA بالإضافة إلى آلية عمل الإنزيمات اللاحمة وتحوير النهايات المستوية ولحم النهايات المستوية باستخدام إنزيم الـ DNA توفو أيزومريز. الفصل الخامس يتضمن هذا الفصل إدخال جزيئات الدنا في الخلايا الحية اللي هي introducing of DNA molecules into the viable cells. يتضمن هذا الفصل
التحول الوراثي وتحضير خلايا الإيكولاي مضاعف الجينات المختلفة، وكيف يتم عملية تأهيل هذه الخلايا الإيكولاي حتى حصل على خلايا مؤهلة، والانتقاء الخلايا المتحولة وتمييز الخلايا المتأشبة اللي هي recombinant clones وانتقائها باستخدام البلازميد PBR322 الذي يحمل صفتين من الصفات الانتقائية، وكيفية انتقاء الخلايا بالتعطيل بالغرس الانسيرشنال انكتيفيشن للصفات المظهرية للبلازميد PBR وادخال دنا العافي الى الخلايا البكتيرية كناقل استنسال والإصابة بهذه الجزيئات المتأشبة التي مصدرها العافيات، ثم يتضمن التعبئة في الزجاج لنواقل الاستنسال المشتقة من دنا العافي لامدا وتمييز البقع البلاكس على الأوساط الصلبة. كما يتضمن هذا الفصل انتقاء الخلايا على أساس التعطيل بالغرس لجين اللاك زد المحمول في نواقل العافيات، والتعطيل بالغرس لجين العافي لامدا سي اي جين المناعة، والانتقاء باستخدام صفة الاس بي اي والانتقاء على أساس حجم مجين العافي لامدا. أما الفصل السادس فيتضمن نواقل استنسال الخاصة ببكتيريا الإيكولاي، وهذه النواقل هي نواقل الاستنسال المشتقة من البلازميدات بكتيريا الإيكولاي، والصفات المميزة للنواقل مثل الناقل PBR322 والبلازميدات الأخرى الأكثر تطوراً المستخدمة في الإيكولاي مثل النواقل البلازميدية اللي هي PUC. هذه مجموعة سلسلة من النواقل تبدأ من 1 إلى 20 PUC، ومن أهمها PUC8، وعدي النواقل البلازميدية PGEM، ونواقل الاستنسال المشتقة من دنا العافي M13، ونواقل الهجينة اللي هي الفاجمد ما بين البلازمد وما بين العافي M13، بالإضافة إلى نواقل الاستنسال المشتقة من دنا العافي لامدا، وهي كل من نواقل الغرس والاستبدال اللي هي الانسيرشن فيكتورز والريبليسمنت فيكتورز، بالإضافة إلى استخدام النواقل الكوزميدية اللي هي الكوزميد فيكتور في استنسال الجينات المرغوبة، والنواقل الخاصة ببناء بنوك الجينات اللي هي الجين لايبراري، وكيفية استخدام النواقل لبناء مكتبة الجينات لكل كائن من الكائنات الحية. أما الفصل السابع فيتضمن نواقل الاستنسال الخاصة في الكائنات حقيقية النواة غير الإيكولاي التي هي تعد من الكائنات بداية النواة، ومن أهم هذه النواقل نواقل الاستنسال الخاصة بالخمائر، حيث وجد أن هذه الخمائر تحتوي على بلازميدات فريدة، بلازمد فريد يطلق عليه بالبلازمد 2 ميكروميتر بلازمد. يتطرق هذا الفصل إلى صفات الانتقائية لهذا البلازمد والنواقل الإبسومية المشتقة من البلازميد 2 ميكروميتر بلازميد، والأنواع الأخرى من نواقل الاستنسال والكروموسومات المصنعة من الخمائر، وتركيب واستخدام نواقل الياك اللي هي Yeast Artificial Chromosome وتطبيقاتها. كما يتضمن هذا الفصل أيضا نواقل الاستنسال الخاصة بالنبات، وإذا تكلمنا عن النبات نتكلم عن بكتيريا Agrobacterium tumefaciens التي تحتوي على البلازميد التيومر انديوسينج بلازميد نسميه TI بلازميد، فرح يتضمن هذا الفصل إنتاج النباتات المتحولة بالبلازميد TI بلازميد والمحددات الاستنسال باستخدام هذه النواقل. كذلك هناك طرق أخرى مذكورة في هذا الفصل تتضمن النقل المباشر للجينات الدايركت جين ترانسفر، ونواقل الاستنسال المشتقة من الفيروسات النباتية مثل توباكو موزايك فيروس والجيميني فيروس، ونواقل الاستنسال الخاصة بالحيوانات، ونواقل الاستنسال الخاصة بالحشرات مثل عندنا الترانسبوزبل ألمنت اللي هو البي ألمنت، وكذلك هناك الاستنسال في اللبائن، ويتضمن أيضا هذا الفصل نواقل الاستنسال الخاصة في اللبائن أهم هذه النواقل، وكذلك هناك طريقة الحقن المجهري للجينات في الكائنات الحقيقية النواة الراقية.
أما الفصل الثامن هذا من هذا الكتاب فيتضمن انتقاء النسيلة اللي هي selection of clones. يتضمن هذا الفصل الاستراتيجيات الأساسية لانتقاء النسيلة المرغوبة اللي هي اللي يتضمن الانتقاء المباشر، الانتقاء المباشر بطريقة الإنقاذ الجيني الجين ريسكيو، وكذلك تشخيص النسيلة من مكتبة الجينات، وكذلك استنسال جزيئات الـ RNA اللي هي بالتحديد المسنجر RNA بتحويلها إلى اللنة المتممة اللي هي الكومبلمنتري DNA. كما يتضمن هذا الفصل مجسات تهجين المستعمرات والبقع اللي هو الكولوني اند بلاكس، كما يتضمن الوسم بالمؤشرات الفعالة إشعاعيا للجينات وتمييز الجينات ذات العلاقة على هذا الأساس. ويتضمن هذا الفصل التشخيص على أساس التحري عن نواتج الترجمة للجين المستنسل واستخدام الأجسام المضادة النقية للكشف عن البروتين في النسيلات المتأشرة. أما الفصل التاسع فهو فصل كامل خاص بتفاعل الـ PCR اللي هو البوليميريز تشين رياكشن. يتضمن هذا الفصل تصميم الباديات النكليوتيدية اللي هي النكليوتيد برايمرز وطريقة عملية التضخيم في ما يخص البرمجة الحرارية للتفاعل ودراسة وتحليل نواتج التضخيم والترحيل الكهربائي الهلامي لنواتج التضخيم. ويتضمن أيضا استنسال نواتج التضخيم بتقنية الـ PCR في نواقل الاستنسال وإدخالها إلى المضيف الملائم. ويتضمن هذا الفصل أيضا التقدير الكمي للجزيئات الـ DNA بتقنية الـ RT Reverse Transcriptase PCR. ويتضمن أيضا التقدير الكمي بتقنية الـ PCR الـ Polymerase Chain Reaction وتقنية الـ Real-Time PCR. أما الفصل العاشر من هذا الكتاب فيتضمن دراسة مواقع وتراكيب الجينات الجين لوكيشن والجين ستراكشر حيث يتضمن كل من دراسة مواقع الجينات الجين لوكيشن على الكروموسومات وتحديد مواقع الجينات على جزيئات الدنا المختلفة الصغيرة والكبيرة الحجم والتهجين الموضعي لرؤية موقع الجين على الكروموسوم في حقيقية النواة وتحديد التعاقب النكليوتيدي لهذه الجينات بطريقتين. الطريقة الأولى المذكورة هي طريقة سانجر كولسن، هي طريقة الإنهاء السلسلة اللي نسميها بالتشين تيرمينيشن وقراءة ثم من بعد قراءة التعاقب النكليوتيدي وإنزيم البلمر الدنا بلمرة الدنا اللي هو الـ DNA polymerase المستخدم في تحديد التعاقب النكليوتيدي. وهناك أيضا طريقة ماكسام أند جيلبرت في تحديد التعاقب النكليوتيدي للجينات وجزيئات الدنا المختلفة ثم بناء تعاقبات الدنا الطويلة بعملية البناء الكيميائي والتصنيع الكيميائي للجينات. أما الفصل الحادي عشر فيتضمن دراسة التعبير الجيني الجين إكسبريشن للجينات المختلفة وخاصة الجينات المعنية بالدراسة المهمة في إنتاج نواتج ذات تطبيقات دوائية أو صناعية أو زراعية مختلفة. يتضمن هذا الفصل دراسة مستنسخات الجينات المستنسلة من جزيئات المسنجر RNA وتحليل هذه الجزيئات بالمجهر الإلكتروني وتحليل الهايبريد ما بين الـ RNA والـ DNA بعد المعاملة بإنزيم النيوكلييز. كما يتضمن تحليل المستنسخات باستطالة البادئ لتقنية البرايمر اكستنشن وتقنية إخراج تقنية دراسة مستنسخات الرنا وتقنية تهجين نورثرن هايبريدايزيشن وتقنية التضخيم بالاستنساخ العكسي اللي هو ريفرس ترانسكريبتيز PCR والتضخيم السريع للنهايات المتممة وتحديد التعاقب النكليوتيدي لجزيئات الـ RNA فضلاً عن دراسة تنظيم التعبير الجيني. كما يتضمن هذا الفصل دراسة بصمة المسير اللي هي الـ DNA fingerprinting وتحرير تحريات تداخل التحوير والتحري عن تعاقبات السيطرة بتحليلات الحذف
والجينات المخبرة اللي هي الريبورتر جين، وآلية تحليلات الحذف اللي هي الديليشن أناليسز، وتمييز ودراسة نواتج الترجمة للجين المستنسل. كما يتضمن الفصل أيضا تحليل البروتينات بالتطفير الخارجي اللي هي الانفيترو ميوتاجينيسيس لهذه البروتينات، كيف يتم انتقاء الجينات وتحديد الطفرة الملائمة باستخدام بادئات نيكليوتيدية متخصصة لهذا الغرض، واستخدام النيكليوتيدات الأوليغونيكليوتايد لإحداث الطفرة النقطية في الجين المستنسل. كما يتضمن أيضا طرائق أخرى لإحداث الطفرات النقطية اللي هي البوينت ميوتيشن في الجين المستنسل، ودراسة التآثرات البروتينية البروتين بروتين انتراكشن. أما الفصل الثاني عشر فيتضمن إنتاج البروتينات من الجينات المستنسلة الكلون جينز، ويتضمن هذا الفصل النواقل الخاصة بتعبير الجينات الغريبة في بكتيريا الإيكولاي، مختلف أنواع النواقل، والتركيب الأمثل للحفاز البروموتر الخاص بنواقل التعبير التي تؤمن تعبير جيني عالي للجينات المستنسلة. وهناك النواقل الكاسيتات ونواقل الدمج الجيني، كذلك هناك الانتاج، يتضمن هذا الفصل انتاج البروتينات الريكومبيننت بروتين في خلايا حقيقية النواة، وانتاج ايضا الريكومبيننت بروتين في الخمائر اللي هي خمائر ساكرومايسيس سيرفيشيا والفطريات الخيطية. كما يتضمن الفصل استخدام الخلايا الحيوانية لانتاج البروتينات المتأشرة اللي هي الريكومبيننت بروتين، وانتاج هذه البروتينات في الحيوانات والنباتات الحقلية. أما الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب فيتضمن الاستنسال الجيني وتحليلات الدنا في الطب، مثل إنتاج الأدوية المتأشبة اللي هي recombinant drugs مثل recombinant insulin، تفاصيل إنتاج هذا الهرمون بالكامل، وكذلك هرمون النمو والفاكتور 8 بلود فاكتور 8 عامل الدم الثامن اللي هو ايضا من البروتينات المهمه جدا في التطبيقات العلاجيه، وايضا انتاج البروتينات المتاشبه البشريه المختلفه الريكومبيننت هيومن بروتين، وانتاج الريكومبيننت فاكسين اللقاحات، وايضا التحري عن الجينات المسؤوله عن الامراض البشريه، فضلا عن آلية تشخيص الجينات المسؤولة عن الأمراض الوراثية والعلاج الجيني الجين ثيرابي والعلاج الجيني للأمراض المتوارثة. وآخرا الفصل الرابع عشر الذي يتضمن الاستنسال الجيني والتحليلات الوراثية في الزراعة، حيث يتضمن هذا الفصل تقنية الإضافة الجينية هي الجين أديشن في الهندسة الوراثية للنبات. ومن هذه الفقرة هناك فقرة النباتات المنتجة للمبيدات الحشرية اللي هي الانسكتسايدز والمحاصيل المقاومة للأدغال، وهناك تقنية أيضا الإضافة الجينية. الأولى كانت عندنا إضافة الجينات في النبات، وهنا أيضا عندي مشاريع خاصة بالجين سبتراكشن اللي هي حذف الجين، يعني هذا حقيقة تعبير مجازي إلغاء دورة. وهناك المبادئ الأساسية للأنتيسنس RNA وهندسة النباتات مثل نبات الطماطة ليصبح نبات ناضج يشفر للأنتيسنس RNA، وهناك أمثلة أخرى لاستخدام الأنتيسنس RNA في النباتات المهندسة وراثيا. كما يتضمن هذا الكتاب المشاكل المصاحبة للنباتات المحورة وراثيا، فضلا عن اعتبارات السلامة في الصفات الانتقائية وتقنية الانتهاء اللي هي التيرمينيشن تكنولوجي، فضلا عن احتمالية التأثيرات الضارة على البيئة. هذا الكتاب الذي ترونه أمامكم
يتضمن هذه الفصول بكل تفاصيلها الدقيقة. يتضمن هذا الكتاب أيضا الأشكال الملونة لكل خطوة ولكل فعالية ولكل تفاعل ضمن المواد العلمية الموجودة ضمن هذا الكتاب، كما يتضمن هذا الكتاب أيضا الصور التوضيحية فضلا عن الجداول المختلفة. شكرا جزيلا لكم، مع تمنياتي للجميع بالخير والتوفيق.